الحديث بول الأعرابي في المسجد ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله دليل على النظر بالجهل؟ ليس دليلا على النظر بالجهل يا عمر في باب التوحيد، لأن الأخ كان يسأل عن باب الإلهية. هناك أدلة أخرى كثيرة غير هذا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.